يسير على بركة الله وتوفيقه. شوطنا الثاني عشر الذي خصص للإبكار لإذاع المهجنات إلى الأصايل، نسير بكم عبر هذا النغل الحي والمباشر من قناة ياسر الرياضية وقناة دبي ريسينج والقنوات الناقلة لهذا المهرجان الختامي الكبير. نسير مباشرة إلى مقدمة الشوط وإلى المركز الأول إلى البداية، وهنا على مقدمة هذا الشوط على المركز الأول تأتي تتقدم هنا ريما لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم، ياتي في عملية تضميرها وتدريبها سعيد بن عبيد بن خليفة الحميري، بينما تليها في المركز الثاني تتقدم مع ثاني المراكز هذه اللي واصل الآن وبر لسمو الشيخ زايد بن طحنون بن محمد آل نهيان وعيسى بن سعيد الخيالي يقودها في عملية تضميرها. بينما ننتقل إلى المركز الثالث وأجد الآن على مستوى المركز الثالث الشاهرية من هجن العاصفة يأتي في تضميرها غياث الهلالي، بينما ننتقل إلى المركز الرابع وناخذ هنا صوغة لسمو الشيخ خزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان، يأتي هنا أحمد بن خلفان بن صايغ المزروعي في عملية تضميرها وتدريبها، بينما شعار هجن الرياسة يأتي على المركز الخامس على ظهر نجلة لهجن الرياسة، يأتي المستحيل راشد بن محمد بسم المنصوري في عملية تضميرها وتدريبها، بينما في المركز السادس أرى الوصول أرى الانطلاق من قبل نشوة لسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد المكتوم مطر بن خلف بن علوان الاكتبية في عملية تضميرها، بينما في المركز السابع وصلت الشاهنية والمركز أيضا الثامن والتاسع الشاهنية والشاهنية والشاهنية اللي تعود ملكية لمؤسسة هجن العاصفة، يأتي في عملية تضميرهن غياث الهلالي غياث الليالي يتواجد بالمتابعة والتضمير، بينما أخذ الآن اللي على المركز العاشر يأتي شعار سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم على ظهر الظبي، وياتي مضمر القرن فيصل بن طالب بن شريم المري في عملية تضميرها وتدريبها. هكذا هي نتيجتنا للعشر المراكز الأولى، بينما أسامي وشعارات بعد العشر المراكز الأولى لم يحين موعد دخولها ونداها مع الكادر الإعلامي، ولكن عودة بكم مشاهدين الكرام إلى مقدمة الشوط، عودة إلى البداية إلى هناك من تسللت وبرة مشاهدين الأعزاء لسمو الشيخ لسمو الشيخ طحنون بن محمد بن خليفة آل نهيان، يأتي في عملية تضميرها عيسى بن سعيد الخيالي بو سلطان يراقبها في عملية تضميرها، يبحث عن الانتصار يبحث عن التألق في ختامي الوثبة السنوي الكبير. الكل الإخوة المضمرين يعدون العدة لهذه الختاميات ختاميات الموسم، الكل يبي يدول أيضا إنجاز مشرف يبي يقيض على ناموس مشرف في هذه الختاميات ختامي الوثبة. يأتي متابعين الكرام كذلك مغايرا على المهرجانات. الله 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 المركز الثاني أشوف هناك نجلة من هجن الرياسة، يأتي المستحيل راشد بن محمد بسم المنصوري في عملية تضميرها وتدريبها، بينما شعار هجن العاصفة يقدم لنا الشاهنية، يأتي هنا المضمر المتألق أيضا غياث الهلالي، يأتي متابعين الكرام في المتابعة والتضمير، بينما في المركز الرابع هنا تتقدم الشاهنية من هجن العاصفة غياث الهلال يتولى عملية تضميرها وتدريبها، بين
نما الظبي الظبي ظبي العتا هذه تتقدم الآن بشعار بو راشد سمو الشيخ راشد سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم يأتي مضمر القرن فيصل بن طالب بن شريم المري الله الأخوان المضمرين بدأ يقتربون الآن من موقع الإعلان الأخير بدأنا نقترب وشعار سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد المكتوم يأتي متابعين الكرام على ظهر اللي هي أيضا نشوة ومطر أيضا مطر بن خلف بن علوان الكتبي في عملية تضميرها الشاهنية قادمة لجن العاصفة غيات الهلال يتولى عملية تضميرها مع المركز السابع المركز الثامن وصلت الشاهنية كذلك من جن العاصفة المركز التاسع تتقدم في هذه اللحظات سوقة لسمو الشيخ هزاع بن سلطان بن زايد هيان أحمد بن غلفان بالصايغ المزروعي يقودها في عملية تضميرها جن الرياسة مقدمة شديدة الآن بدأت تصل من جن الرياسة يأتي هنا المجازف محمد بن عتيج بن زيتون المهيري ولكن عودة إلى مقدمة الشوط عودة إلى البداية الله بدأت السرعة تزيد بدأ المخزون الاحتياطي يظهر من هذه النوعيات من هذه السلالات هنا منطقة الإعلام الأخير وهناك غيرت الظبي 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 لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم يلا يا مضمر القرن فيصل بن طالب بن شريم المري ولكن إمبراطورية العاصفة رافع راية التهديد من أجل الفوز من أجل الانتصار مقدمة الشاهنية غياث الهلالي في عملية تضميرها الله والشاهنية كذلك في المركز الثالث من أجل العاصفة لكن الظبي 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 لا زالت ترقص رقص الظبا في مقدمة الشوط صدر تعليماته مضمر القرن روح تهانينا لمالك هذا الشعار بو راشد سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم تهانينا يا فيصل يا بن طالب يا بن شريم المري تهانينا على فوز الظبي وتألق الظبي تهانينا على هذا الفوز المركز الثاني وصلت الشاهنية من هجن العاصفة المركز الثالث شاهنية من هجن العاصفة المركز الرابع كذلك الشاهنية من هجن العاصفة خامسا وصلت وبرة لسمو الشيخ طحنون بن محمد بن خليفة آل نهيان هكذا مشاهدين الأعزاء ومتابعين الكرام شاهدتوا هذه المنافسة الغوية وهذا التحدي المسائي الجميل الذي شهد هذا الشوط بالفعل والظبي استطاعت أن تتألق بناموس هذا الشوط وتهدي مالكي هذا الشعار بو راشد سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم على أيضا على هذا الفوز التي قدمت الظبي تهانينا له هذه لحظة وصولها إلى خط النهاية بتسع دقائق وثانيتين بالوفاء والتمام والكمال تهانينا لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم والتهنية للمضمر فيصل بن طالب بن شريم المري مضمر القرن الذي تألق مع الظبي المركز الثاني الشاهنية بتسع دقائق ثلاث ثواني تسعة أجزاء من الثانية مهدية العاصفة هذا الفوز والانتصار بينما في المركز الثالث هنا متابعين الأعزاء وصلت الشاهنية من هجن العاصفة بتسع دقائق خمس ثواني ثمانية أجزاء من الثانية تهانينا لهجن العاصفة وتهانينا لغير الهلالي هكذا نصل إلى الختام حيل أيضا المايك إلى الزميل الأستاذ